سعاد جبران سيدة سعودية من أهالي محافظة أبو عريش بجازان، وتسكن حاليا في محافظة خميس مشيط. كانت تقوم بإعداد الأكلات الجيزانية الشعبية من منزلها وبيعها كأسرة منتجة، حتى استطاعت مع مرور الوقت أن تفتتح مطعمها الخاص الذي يقدم أشهر الأكلات الجيزانية. بدايتي كانت بعد ما تخرجت، تعلمت مع الوالدة بحكم أني ما كان في وظيفة وما كان في لي دخل، فكنت أتعلم مع الوالدة، أتعلم للطبخ الجيزاني وأتقن هذا الشيء، والأهل ساعدوني يعني وحابين هذا الشيء يعني. انتقلت لمحافظة خميس مشيط وبعدها ابتديت الشغل من بيتي. كنت أشتغل من البيت، أوفر كل شيء أحتاجه من جازان أجيب الخميس مشيط، ومساعدة أمي وزوجي قدرت أفتح مشروع صغير من البيت، ثم انتقلت لمحل أو مطعم وافتتحت هذا المطعم يوم 1 رمضان. تعمل على إعداد الوجبات المتنوعة وتحضيرها بنفسها مع مساعدة من بعض قريباتها. أعمل في المطعم بنفسي وأشرف على هذا الشيء بمساعدة جارتي أم حسين وزوجة أخويا. نقدم أشهر المأكولات الجيزانية، منها مكشن السمك، هبزيت السمسم، الحياسي، حياسي اللحم، الحياسي الدخن، الإدامات، كل شيء موجود ومتوفر كأنك يعني بمنطقة جيزان. كان لأسرتها دور أساسي في دعمها وتشجيعها رغم بعض الصعوبات التي استطاعت التغلب عليها. أنا من الداعمين لزوجتي لحبها وعشق الطبخ الجيزاني، وتم افتتاح المطعم وزبائننا من أهل جيزان وغير جيزان. ما أنسى وقفة أهلي وأخواني، بالذات الوالدة وزوجي اللي كانوا لي مسانديني ورغم الصعوبات ورغم كل شيء، إلا أني افتتحت هذا الشيء اللي أطمح فيه وأحلم فيه. لبرنامج سيدتي محمد الغانم، خميس مشيط.